خلينا نروح على موضوع غاية في الأهمية، وهو تحدثنا فيه مرارا وتكرارا وقلنا يا جماعة أن البلد لا تحافظ على الأماكن الأثرية. يا جماعة في أي دولة محترمة الأماكن الأثرية حتى وإن كانت مقابر فهي مقابر تاريخية لابد أن يتم تطويرها، الحفاظ عليها، لا يتم أبدا التعامل معها بالجرافات زي ما الخبر ده بيقول. البلدوزرات تهدم مقبرة عمرها 120 عام في الإمام الشافعي وحصر 24 مدفنا تراثيا تمهيدا لإزالتها. أنا ما أعرفش والله، يعني حتى صياغة الخبر تخليك تترعب وتتخض لما هو يقول لك دلوقتي حصر 24 مدفن تراثي. أيوة، عشان تعمل فيهم إيه؟ حصر 24 مدفن تراثي يعني هنطور، يعني هنحافظ، يعني هنعمل من التراث ده حاجة حلوة جدا لكل العالم، تبقى قبلة الناس كلها تيجي وتشوف تراثنا المصري الكبير. ولكن يقول لك حصر 24 مدفن تراثي عشان بنمهد لإزالتهم. واللوادر شغالة يا جماعة، لوادر إيه اللي تشتغل وتهد مقابر عمرها 120 عام؟ 120 عام ده يا جماعة في دول تاريخها لا يتعدى 120 عام أصلا. أنت عندك في مصر مقابر بس عمرها 120 عام، ليه ما تطورهاش؟ ليه ما تحافظش عليها؟ بصراحة موضوع صعب جدا يا سمير. والله يا أستاذ أحمد أنا عايز لو الزملاء بس يرجعوا لنا الصورة الأولانية دي، الصورة الأولانية خالص اللي عليها الخبر بتاع الإزالة اللي فيها البلدوزر، الصورة الثابتة دي. بصوا يا جماعة، قولوا لي مين في مصر يعمل لك اللوحة اللي فوق الباب دي مثلا؟ يعني أنت فين في مصر النهاردة حد يجيب لك هذه اللوحة أو يجيب لك باب زي ده؟ باب زي ده أنا عايز أقول لحضراتكم إنه الأبواب دي يا جماعة بتباع بمئات آلاف الجنيهات، عشان اوعى تفتكر إن هو أنت اتكسر حاجات، وفي حاجات اتشالت واتاخدت، والحاجات دي يا جماعة يعني أنت علم الباب ده كده مفيش 6-7 أشهر هتلاقيه في 3-4 مواقع على مستوى العالم. باب تاريخي أثري عمره 120 سنة، الحكومة لا رحمت عظم التربة ولا رحمت تاريخ البلد ولا رحمت مستقبل الناس. كل اللي احنا بنكسره ده عشان نعمل كوبريين وكم طريق اسفلت. طب ما كنت عملته نفق يا جماعة، ما كنت عملته نفق. اه والله كنت عملته نفق وكنت طلعته فلوس وفساد رهيب. تعملوا ايه؟ بنحفر نفق سهلة دي، هنحفر نفق على الاقل عمقه 50 متر ولا حاجة، كنت طلع لك مصلحة كده بدل عظم التربة اللي انت قاعد بتبهدله معاك ده. والمصريين اثر هذه الصور عليهم وانهم بيتعاملوا مع الموضوع عادي. انا رأيي انه الشعب المصري تغير في العشر سنين اللي فاتت على مستوى نفسيته تغير كبير جدا جدا جدا، تغير للأسف للأسوأ، للأسف يعني للأسوأ. حكاية عظم التربة دي أصبحت لا تؤثر في المصريين، وأصبحت لا تؤثر في الدولة، والهدف والمتحقق أنا وإنت وعظم التربة، عارف إنه ما فيهوش أي مصلحة حقيقية للمواطنين المصريين. طيب احنا عايزين نسامح كمان زي ما قلنا للناس دلوقتي المقابر تاريخية وبقالها 120 عام وبتضم واسمها مقابر الإمام الشافعي، وانت برافو عليك علقت على حتة مهمة جدا، النحت واللوحة والجمال. فاكر انت شريف، اسمه شريف ايه اللي هو مذيع، هو كان شريف عامر؟ لا غير شريف عامر، هفتكر اسمه يعني، كان خد الناس عنده في بيته ووراهم عامل ركن شريف لا يا عم انت لا شريف مهم يعني، خد الناس عنده في بيته راح جمع الحاجات دي، بيسالوه جبتها منين؟ والله العظيم قال لهم جبتها من سوق الخرده. طب جايب باب تراث، باب معماري خشب منحوت، طب نحت اسلامي جميل جدا، طب والارابيسك والبتاع والحاجات دي كلها، وقال لك رحت جبتها من سوق الخرده. طيب عشان نقول بقى المقابر دي يا جماعه، ما انت هتقول لي يا عم ده حبه طوب على حبه اسمنت
وانت مالك يعني انت هتقدس الحجاره والطوب؟ ايه يا عم احمد في ايه؟ اقول لك ايه ده بس على نفسك شويه. ولما قلنا ان هي تراث، تعال اما اقول لك مين اللي مدفون في هذه المقابر. من بين المقابر اللي تضمنها البيان بتاع احنا هنهد ونزيل واللودر هيخش وهنعمل وهنكسر، مقبره الشاعر محمود سامي البارودي. اهو مقبره الشاعر محمود سامي البارودي. مش بس كده، انت عندك كمان مقبره الشاعر امير الشعراء احمد شوقي. قول لي بقى، قول لي بقى، والدنيا كلها والعالم بيقروا لهؤلاء الكتباء العظماء، ماشي؟ انت عمال تهد في مقابر، وعمال بدل ما تقول للناس ده يا جماعه قبر محمود سامي البارودي الشاعر الكبير، ده يا جماعه قبر امير الشعراء احمد شوقي، ويبقى مزار وتراث وهيجيله الناس من كل الدنيا، لان كتابات محمود سامي البارودي وكتابات امير الشعراء موجوده ومنتشره في كل الدنيا، ولها يعني متابعين ولها عشاق ومحبين، ودول عندك في مصر ومصريين. ما تهدلهمش المقبره، بالعكس تطورها وتظبطها. مش بس كده، مقبره ومسجد يوسف وهبي، قول لي ليه تتهد؟ ليه؟ مش ده تراث؟ مش ده ادب؟ مش ده فن؟ انت ليه بتقضي على كل ما هو جميل؟ لماذا القضاء على كل ما هو تراثي وجميل وفني وابداعي في مصر؟ ليه؟ ايه المشكله ما بين الدوله وما بين الفن والتراث والجمال؟ هو احنا يا اما نعمل اكبر ساري واكبر علم وافظع مسجد واجمل كنيسه واعلى مش عارف برج ومنرويل وبترو اي حاجه كده تجيب فلوس وخلاص؟ تجيب فلوس لمين؟ مش لينا. تجيب فلوس زي ما قال سميح كده، ما هو لو عملوا نفق، سميح بيقول لهم يعني انتوا لو عملتوا نفق يبقى في فساد، لان انت تعمل النفق فيبقى في فلوس كتير، فانت هتنهب كتير. فانت رايح تنهب في العاصمه الاداريه الجديده وجاي هنا على تراث المصريين تقضي عليه. مش بس كده، مقبره الملكه فريده موجوده هنا داخل حوش يوسف باشا ذو الفقار، مقبره سردار الجيش المصري محمد راتب باشا، مقبره نشأة دل زوجه الخديوي اسماعيل. بص يا جماعه اسماء، لو في مقبره واحده بس من اللي انا قلتهم دول موجوده ما تتهدش المقابر دي.